بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 22. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقد انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في هذه الآيات يأمر الله سبحانه وتعالى بذكر نعمته، وذلك بشكرها، فإن النعم تستقر بالشكر وتزيل مع الكفر. فالمسلم دائما يجب عليه ذكر نعمة الله عليه بلسانه وبقلبه وبأفعاله، لأجل أن تستقر نعم الله عنده وتزيد، كما قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ففي هذه الآية يقول الله جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه، أي واذكروا ميثاقه الذي واثقكم به. قيل معناه الميثاق الذي بايعتم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك مبايعة لله، كما قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فحينما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا تأخذهم في الله لومة لائم، يجب عليهم أن يذكروا هذا الميثاق فيوفوا به. وكما في مطلع السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهذا من العقود، بل هو أعظم العقود التي يجب الوفاء بها. فيجب عليهم أولا أن يشكروا نعمة الله عليهم، ثم يجب عليهم أن يوفوا بالميثاق الذي واثقهم الله به على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، كما قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالمسلمون قالوا سمعنا وأطعنا، بخلاف
أهل الكتاب خلاف اليهود، فإنهم قالوا سمعنا وعصينا، نسأل الله العافية. ثم قال جل وعلا: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه، رجاء لثوابه وخوفا من عقابه. سمي ذلك تقوى لأنه يقي من غضب الله وعقابه. ثم قال: إن الله عليم بذات الصدور، هذا تعليل لما سبق. اتقوا الله لأنه عليم، أي اتقوا الله لأنه عليم بما تكنونه في قلوبكم وفي ضمائركم، لا يخفى على الله شيء. فالإنسان وإن تظاهر بالخير فإن الله يعلم ما في قلبه، هل هو موافق لما أظهره بلسانه أو مخالف. فيجب على المسلم أن يصلح سريرته وأن يطهر نيته وأن يتوافق قلبه مع لسانه في قول الحق والعمل به. هذه طريقة أهل الإيمان الذين يعلمون أن الله يعلم ما في صدورهم، فيخلص النية والعزيمة والقصد لله سبحانه وتعالى، بخلاف المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا نداء من الله سبحانه وتعالى يأمر به عباده أن يكونوا قوامين لله. قوامين جمع قوام، وهو صيغة مبالغة من القيام، أي كونوا قائمين بما أوجب الله عليكم من فعل أوامره وترك نواهيه. وهذا فيه حث على القوة في الطاعة وعدم الخمول والكسل، وفيه الحث على الإكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن قوامين صيغة مبالغة تقتضي الكثرة، أي أكثروا من القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. قوامين لله، هذا فيه الحث على الإخلاص، لأن يكون قيامكم بطاعة الله مصحوبا بالنية الخالصة لله عز وجل، والبعد عن الرياء والسمعة وإرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى بما تقومون به من الأعمال الصالحة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.